رشا وضيوفها يبدأون حوار اليوم مباشرة من القاهرة. رشا، كيف ينظر ضيوفك إلى الأحداث المتلاحقة في العالم العربي، وكيف يربطون بينها وبين ما جرى في بلدهم؟ أهلا بك مجددا سمير، وأهلا بنقطة حوار هنا في القاهرة. هذا تحديدا ما يدور حوله الحديث هذه الأيام، التغيير، فكرة التغيير في مصر التي ربما لم يكن أحد ليتخيل أنها ستصل إلى هذا المدى، الإطاحة بنظام ظل أكثر من 30 عاما وربما حتى بنظام العسكر الذي أتى إلى مصر منذ ثورة عام 52. سأبدأ من ضيوفي، أهلا بكم بداية، وأبدأ من شهير جورج إسحاق. شهير، أنت ناشط سياسي بالدرجة الأولى وكنت في الميدان، في ميدان التحرير منذ اليوم الأول. حدثني عن فكرة التغيير، هل كان أحد يحلم بهذه الفكرة في مصر؟ أعتقد أنه بقالنا من 2004 الفكرة دي من بداية كفاية ابتدت تصل لأذهان الناس، وده حاجة لازم نتكلم عليها. بس وإحنا بنتكلم على اللي بيحصل في ليبيا واللي هيحصل في دول أخرى كثيرة، لازم نفتكر أن مصر هي نتاج للي حصل في تونس. يعني أعتقد أنه كان المصريين البيئة بقت خصبة جدا. كان في تزوير للانتخابات، حادث خالد سعيد، التعذيب، في احداث كثيره متراكمه، حادث القديسين، واضح ان حصل تصاعد كثير قوي. ولكن النقطه الفارقه هو حادث تونس اللي خلى المصريين يصدقوا ان التغيير ممكن، انه النظام مش بالوحشيه وبالقسوه اللي تقدر تمنع المصريين. وهو هل نستطيع القول ان الانظمه السياسيه في الدول العربيه كانت تمثل ما يشبه الوهم المرعب ربما؟ يعني قرات هذا التعبير على فيسبوك قبل عده ايام، الوهم المرعب سقط. بالتأكيد، يعني تونس هو كان اللي بتؤكد ده، انه الأنظمة الديكتاتورية مش بالقوة والسطوة اللي الناس متخيلها، وانه الفكرة كلها ان محتاج العقل والعقل الجمعي او المجموع ان هو يشتغل مع بعض. ويوم 25 يناير هو كان الرهان الاول، ان اللحظة اللي الناس صدقت ان الناس هتنزل فعلا دعوة الفيسبوك دي كانت حقيقية، خلت يوم 28 دعوة اقوى واصدق، والناس خلاص صدقت ان احنا ممكن مع بعض نقدر نغير ونقدر نغير. فهي الفكرة كلها نكسر حاجز الخوف، وتونس صدقت ده وان احنا نتحرك مع بعض. ويوم 28 هو كانت اللحظة الفارقة اللي المصريين كلهم اتحركوا. لكن دعني أذكرك بشيء شهير، يعني كانت هناك دعوات سابقة من حركة السادس من أبريل وحركات أخرى تتحدث عن الخروج، تتحدث عن الاعتصامات، خرجت عدة اعتصامات، بعضها حقق نجاح، بعضها ربما نظر إليه على أنه يعني تمكنت الدولة أو النظام آنذاك من، دعنا نقول، قمع هذه التظاهرات أو الاعتصامات. ما الذي كان فارقا في 25 من يناير عام 2011؟ أنا أعتقد أن جزء منها أنه الأمن تصور أنه الرهان الناس مش هتنزل. يعني هو جزء من الفكرة أنه الأمن خبرته وقت 6 إبريل مثلا في 2008، أنه اللحظة لما بيهتم بالحدث وبيعمل رعب عند الناس ده بيدي صدى عكسي، والناس بتستجيب للمطالب دي. فهو تخيل أنه الوضع أن أنا هسيب الناس دي يعني تمشي في الشوارع يوم 25، خلينا ما نصعدش الموقف، وهي دي اللحظة اللي فعلا الناس نزلت. فهو كانوا بيراهنوا على سلبية المواطن المصري وسلبية أنه هتستمر والغريب في الموضوع، أو يعني وفي جزء يعني لسه محتاج يعني نفهمه اكتر، انه فعلا الناس نزلت. فاللحظه اللي الناس نزلت بتهاون امني وقال لك صدق خلاص يعني الناس دي مش هتطلع وكلها هسيبهم يروحوا، هو ده اللي كسر الحاجز، والناس قدرت تنزل مع بعض وخلى 28 ليها صدق. يعني لو 25 الامن كان تعامل بقسوه يمكن ما يكونش 28 كان بنفس القوه وبنفس المصداقيه. على ذكر الامن، لا يمكن تفويت الفرصه في الحديث عن الامن لا سيما هنا في مصر في التعامل مع ثوره 25 من يناير وما بعدها، المعارك الشهيره، معركه الجمال كما اصبح يطلق عليها. كانت هناك مواجهات راح فيها ضحايا، هناك شباب في مصر لقوا حتفهم على ايدي الامن المصري، لكن هناك رجال من الامن المصري ايضا يتحدثون عن انه لا ينبغي التعميم، ومن بينهم المقدم ياسر علي. المقدم ياسر علي، حدثني عن مسيرتكم السلمية، كيف رأيتم أنتم فكرة التغيير التي تحدث عنها شهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك، أنا والرائد أحمد رجب فكرنا في فكرة إن احنا نعمل على الفيسبوك موقع اسمه مسيرة الشهداء، وسميناه باسم مسيرة الشهداء لأن احنا معترفين بأن اللي سقطوا يوم 28 يناير ومات لا هم شهداء حقا. احنا بنكرمهم النهاردة وكرمناهم يوم 14 فبراير لما نزلنا، دعينا زملائنا من الضباط. الاستجابة طبعا كانت كبيرة جدا على خلاف فكر القيادات بتاعتنا، وما كانوش متخيلين ان عدد الضباط ده هينزل، لان دول الضباط الشرفاء فعلا اللي بيحبوا مصر، الذين لم تمتد ايديهم بأذى لأي مصري، دي حقيقة. فكلنا شفنا ان من واجبنا، على الرغم ان ده ليس الخطأ بتاعنا، خطأ بعض الاشخاص الاخرين اللي احنا هنتكلم عنهم لاحقا، قلنا ان احنا لازم ننزل لاحقا، حالا نتحدث عنهم. يعني لا يمكن الحديث. انا افهم مبادراتكم، وافهم انه يعني ما يسمع عن رجال الامن في مصر قبل 25 من يناير مختلف تماما عن الحديث الان.
أنتم قمتم بمبادرة مختلفة عن الصورة المرسومة داخل وجدان هذا الشعب والشعوب العربية عن الشرطة في مصر. حدثني أنت عن رؤيتك لتعامل الشرطة مع يعني الشباب في يوم 25 من يناير ويوم 28 طبعا لأنه كان أكثر دموية. هو أنا بأؤكد على كلام حضرتك، أكيد الشرطة طبعا قبل 25 يناير غير بعد 25 يناير تماما. الشعب المصري له حق، وليس الشعب المصري فقط، كل الشعوب العربية. الشرطة كانت تتعامل بنوع من التكبر، بنوع من العنف الزائد. معلش هو ما كانش مفهوم، يعني الفكرة كان في خطأ كثير في السابق. احنا من هذا الشعب ومن نسيج هذا الشعب، ولذلك احنا نزلنا في الشارع عشان نقول للناس. يعني انا هقول آية قرآنية بعد اذن حضرات الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فالمشكلة ان حبيب العدل ومعاونيه فضلوا جاسمين على صدر مصر وعلى صدر وزارة الداخلية لمدة 14 سنة. استطاعوا خلال هذه الفترة ان هم يدمروا تماما جهاز الداخلية معنويا ونفسيا وفكريا، وده اللي ترتب عليه اللي احنا شفناه في احداث. تشعر انت وانت تقول هذا الكلام الان، انت تعمل لازلت في هذا الجهاز اليس كذلك؟ بالفعل بالفعل ما زلت اعمل في الجهاز. بالتهديد مثلا؟ هو لا نشعر بتهديد. هو النهاردة أصبحت الحرية مكفولة للجميع، وما ينفعش عد إن احنا حد ينفع يسكت، لازم كلنا نقول الحقيقة علشان يبقى في شفافية ونقدر نبدأ نبني مصر الجديدة على أسس سليمة. طيب إذا تحدثنا عن الصمت يجب أن نتحدث عن عكسه ربما على فيسبوك، الموقع الذي قدم له الشكر يوم خرجت هذه التظاهرة وقيل ثانك يو فيسبوك، شكرا لفيسبوك على خروج هذه التظاهرة. كمال نبيل المدون، كمال حدثني عن تجربة المصريين ولا سيما بعد تجربة تونس طبعا التي لا ينبغي التغاضي عنها في الحديث عن ما حدث في مصر، على المواقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من المواقع. تحدثت إليك حينما تم وقف موقع تويتر في مصر أليس كذلك؟ تمام. خلال الفترة اللي فاتت قبل الثورة أو بداية من 2004 ابتدت كتير من منظمات القطاع المدني تدرب شاب كتير من الشباب على استخدام الشبكات الاجتماعية والفيسبوك وتويتر، وكتير من الشباب اللي عمره ما نزل راح إذا كان مسيرة أو حتى اشترك في حزب سياسي أو شارك في أي عمل أهلي هو كان بيقدر يعبر عن نفسه بس على الفيسبوك، لدرجة أن في 6 أبريل 2008 كان الحديث بيتكلم عن شباب الكليكات اللي هو بيجيله انفيتيشن على الفيسبوك بيدوس كليك لكن ما ينزلش في الشارع. ثم جنريشن بيقولوا عنه الشباب الإبهام يعني. بالضبط. الفكرة اللي حصلت وغيرت كل ده كان 25 25 الشباب اللي كانوا قاعدين بيدوسوا كليك حسوا انه لازم ينزلوا في الشارع، لان التغيير عمره ما يحصل بس على الانترنت. واللي كبر الموضوع اكتر اما الحكومة قطعت الانترنت، فبعد ما كان مجموعة من الشباب كمان بتعبر بس من خلال الانترنت اكتشفوا انهم حتى مش قادرين يعبروا عن طريق الانترنت ولا بالتليفون، فابتدوا ينزلوا في الشارع عشان يعبروا عن رأيهم. لا، عندي تجربة فريدة ايضا اكثر ربما من هذه التجربة، وهي التجربة التي خرجت براديو من ميدان التحرير. كان هناك يعني ما يشبه الإذاعة التي خرجت من ميدان التحرير وسنتحدث في ذلك بعد قليل. لكن كمال إذا بقينا في موقع فيسبوك وموقع تويتر، كيف تم التواصل في وقت لم تكن فيه تقريبا هناك وسائل اتصال في مصر؟ في الحقيقة كان في أكتر من طريقة. في بداية الحجب لموقع تويتر وموقع فيسبوك احنا كنشطين كلنا او معظم الناشطين بيقدروا يستخدموا البرامج اللي بتكسر الحجب زي التور او البرامج اللي بتكسر البروكسي، فمعظم الناشطين اللي هم يعني مش هقدر اقول بس محترفين، لا وبعض كمان غير محترفين كانوا شغالين بشكل اكتر بدون ما يتاثروا بالحجب. ولكن بعد قفل الانترنت وقفل التليفونات ظهرت احد الشركات اللي كانت بتقدم خدمات الانترنت للشركات الكبيره ما كانتش بتقدم، المفروض كانت شغاله. فانا مثلا سقت حوالي ساعتين لغايه ما وصلت لصديق عنده انترنت وابتديت اشتغل. ثاني يوم اما ابتدى التليفونات تشتغل او ما اشتغلت التليفونات ابتدينا التواصل مع يعني في بي سي كانوا بيكلموني ياخدوا مني احاديث وينزلوها يوميات مداوم مصري. كان عندنا اثناء مراقبه الانتخابات اللي فاتت كوننا مجموعه دعم لينا في لبنان. مجموعه دعم لبنان في لبنان انشاوا موقع اسمه stop404.org، والموقع ده كان بينقل على الهواء اي حد ممكن يتصل بالتليفون يسجل التويته بتاعته او يسجل الملحوظه بتاعته كانت بتطلع على السايت. والجميل فيه ان السايت ده في خلال 3 ايام دخلوا 3.2 مليون بني ادم. احنا كنا بدانا يوم 24 كمان موقع تاني لرصد المقاومه المدنيه المصريه، ولكن للاسف ما كانش في انترنت في مصر فكل الفريق ما كانش شغال. فاللي كان بيساعدنا فيه اصدقائنا في لبنان، وده طبعا نقدر نتكلم زي ما كنا بنساند الناس في تونس وزي ما حاليا بنساند الناس في ليبيا وفي بقيه الدول، كان بيساندونا بتوع لبنان. انا لدي رفقاء لك ليسوا في لبنان، هنا في مصر في قلب ميدان التحرير، ساعدوك في الوقت الذي شبكة الانترنت في مصر فيه كانت
متوفاة، منهم ندى عزيز. ندى، أنتم أنشأتم إذاعة عبر شبكة الإنترنت، هل كانت منشأة من قبل 25 يناير؟ يعني هي إذاعة قائمة، ومن ثم حينما اختفت الصلات الإلكترونية بدأتم تبث من ميدان التحرير، هل هذه معلومة صحيحة؟ صححيني. فعلا، هو راديو المحروسة كان موجود من حوالي سنة وثلاث شهور. بالنسبة للثورة، ابتدينا ان احنا من بداية الثورة كان عندنا تغطية حية مباشرة للأحداث. ابتدينا بعد كده ان احنا ننزل ميدان التحرير ونعمل التغطية من هناك. اتقابلنا مع اكتر من حد من القيادات، عملنا قيادات كمان لمقابلات عفوا لبعض الشباب الثوار، بعض الناس اللي بالفعل اشتركت سواء كانوا ناشطين او غير ناشطين او الناس اللي هي نازله من بيتها واول مره تشارك في السياسه، اول مره تعرف اي حاجه. كان في شرايح المجتمع كله، حاولنا ان احنا نعمل معهم حوارات ومقابلات، وكان كل ده تعلم. هل قابلتكم صعوبات او تضييقات امنيه في وقت كان الاناس يضربون فيه ويهاجمون في قلب ميدان التحرير في الايام الاولى؟ لا، هو بالنسبه للمضايقات الامنيه لا، ما قابلتناش مضايقات امنيه. لكن بالنسبه لقطع الانترنت، هي راديو المحروسه المفروض ان هو راديو على الانترنت، ففتره قطع الانترنت على مصر كلها اكيد ما كانش الراديو طالع، فده كان بالنسبه لنا بيمثل احدى المشاكل يعني. تامر العشري كان لديه وسيله اخرى للتعبير عن ما يحدث وهو التوثيق. انا استمعت كثيرا الى فكره التوثيق في هذه المرحله، انه يجب ان يوثق كل ما يحدث على الارض في مصر، لان ذلك قد يستخدم بعد ذلك في التقدم في دعاوى او محاكمات عسكريه. تامر، حدثني عن تجربتك. احنا يعني انا في بدايه الثوره في يوم 25 في الاول، ما يعني فكره التوثيق بالنسبه لنا في يوم 25 ما كانتش هي لا، اعطيتموني هذا هذه مشكله. تفضل. في يوم 25 لما نزلنا، يعني ما حدش فينا كان متوقع ان الموضوع هيوصل للمرحله دي، وكلنا كنا نازلين في فكره المشاركه يعني كلنا ده من باب المخرجين والناس اللي بتشتغل في الافلام الوثائقيه. كنا نازلين نشارك كشباب عادي جدا في المظاهره من غير كاميرات حتى، من غير اي حاجه. وبعدين لما الموضوع بدا يتحول الى المرحله الاكبر من كده، في يوم 28 بدا ناس مننا كتير جدا ينزلوا بالكاميرات بتاعتهم، وفي ناس كتير جدا كاميرات خاصه يعني بالظبط. معظم الكاميرات كنا بنشتغل بيها كاميرات فوتوغرافي بس بتصور فيديو 5D و7D كنا بنشتغل بيهم. وكانت الفكره بالنسبه لنا ان ده مش هيتكرر تاني، اللي احنا بنشوفه دلوقتي مش هيتكرر تاني. و كان في ناس كتير جدا من اللي بتشتغل لقنوات اجنبيه او حتى قنوات عربيه اتمنعت من التصوير، فكان في مشكله كبيره جدا من توثيق بعض الحاجات والانتهاكات اللي كانت بتحصل في الوقت ده. فكان هدفنا من ساعتها ان احنا نصور كل اللي بيحصل، وكنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل ده لقنوات اخرى زي قنوات كتير قوي عربيه او اجنبيه بتبث ده، وكنا بنبعت لهم الحاجات دي عشان يقدروا يوصلوها. تفضل تامر. بعد شويه لما خلص 28 وبدانا نخش في مرحله الاشاعات الظريفه اللي كانت بتطلع كنتاكي الاشاعات الظريفه جدا يعني. الواحد ما كانش مصدق نفسه ساعتها. وفكره ان اللي موجودين في الميدان هم كلهم ممكن يكونوا من الاخوان المسلمين واللي بيرموا. سنعود الى فكره الحرب الاعلاميه والتلاسونات بين المتظاهرين المعارضين، بين هؤلاء المؤيدين، وكذلك بين اجهزه الاعلام الرسميه في الدوله وعلى مواقع فيسبوك وتويتر، بعد ان نعود الى لندن بصحبه زميلي سمير فرح. سمير، ساعود اليك الان لك ولضيوفك، تفضل. شكرا رشا، واعود تاتيكم مباشره من لندن والقاهره، فمن الحكمه ان نعود مره اخرى الى زميلتي رشا قنديل هناك. رشا، ومن الحكمه ان اقول لك مجددا سمير شكرا جزيلا واهلا بكم مجددا، واعود باسئلتي وبالنقطه التي انتهيت انت عندها الى الرائد احمد رجب. تجربة الشرطة المصرية تحدثنا عنها في الشق الأول في هذا البرنامج، ولكن هناك تجربة مختلفة الآن، تجربة إيجابية تحاول بها الشرطة المصرية تقديم نفسها بشكل مختلف، حدثني عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل ما أجيب على سؤالك، أحب أعلن عن خالص امتناني وسعادتي بتواجدي أنا والمقدم ياسر أبو المجد وسط هذه النخبة المشرفة من أعضاء ثورة 25 يناير الذين استطاعوا أن يغيروا خارطة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
بالنسبه لما قمنا به بعد الثوره، احنا اتهمنا ان احنا خونه، ان احنا غبناء، ان احنا انسحبنا. فنظمنا جروب على الفيسبوك اسمه مسيره الشهداء، دعونا فيه ضباط زملائنا لكي نعيد روح التضامن والتوائم مع جموع الشعب المصري. انتم يعني افراد من الشرطه ام ضباط الشرطه؟ المعنوي يعني، هل كان وزير الداخليه على علم بهذه الصفحه؟ لا، لم يكن سيادته على علم. احنا ما كناش عارفين نمشي في الشارع، كنا بنشتم، كنا بنتهان، الناس كلها بتبص لنا نظره عداء. بادرنا بهذه المبادره، ما كناش نتخيل ان هيبقى في كم كبير جدا من الضباط هتقف معانا، لكن فوجئنا ان بالاف الضباط اعلنوا عن توائمهم معانا في هذه الوقفه التضامنيه. احنا ما عملناش مظاهرات، احنا نزلنا في وقفه تضامنيه نعرب لجموع الشعب المصري عن ان احنا عاوزين نقول لهم ان احنا اخواتهم، احنا قرايبهم، احنا مالناش علاقه بالحصار. هل نجحتم في ذلك؟ هل ستغير هذه الوقفه او الصفحه او ايا كان ما تم تاسيسه النظره لرجل للبدله الميري لرجل الشرطه المصريه؟ والله احنا لما نزلنا ورحنا ميدان التحرير وتجولنا في الشوارع لقينا في استجابه. كان في استجابه من العديد من المواطنين معانا، البعض الاخر ما زال جواه نظرات الشك والريبه فينا، لكن احنا حاولنا وما زلنا بنحاول هذا لاسترداد الثقه بيننا وبين جموع الشعب المصري. دي مهمه جدا، احنا في مرحله دلوقتي محتاجين، وزاره الداخليه يقع على عاتقها عبء كبير جدا، برضو لازم نكون منصفين ومحقين في ذلك. الوزاره اصيبت بربكه شديده جدا، البنيه التحتيه لوزاره الداخليه اصيبت بفجوه كبيره جدا، بسبب مركبات الشرطه، اقسام الشرطه، السجون اللي حطمت، كل ده يعني يقع على عاتق السيد الوزير محمود وجدي مهام كبيره جدا، فلازم ان احنا نقف جنبه، وفي نفس الوقت لازم الناس تقف جنبينا وجنب وزاره الداخليه في هذه المرحله الحاسمه. نعم، دعنا نتعرف على راي مواطن مصري ربما كانت له تجربه مختلفه. محمد رزق هو زوج اخت شهيد في هذه الثوره، حدثني، هل تستطيع الشرطه المصريه في نظرك انت وفي نظر زوجتك تغيير صورتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بعد اللي حصل لمصطفى وبعد تعليقات السادة الضباط بعد اللي شفتها، يعني أنا حاسس إن الفترة اللي جاية هم عليهم مجهود كبير إن هم يعيدوا الثقة تاني بعد اللي احنا شفناه، بعد اللي حصل معانا وبعد استشهاد مصطفى وغير من مصطفى من الشهداء. يعني هو التعامل معهم في الأول كان مبني على الخوف والرعب، وكان ضابط الشرطة ده بعبع كبير للمصريين يعني. فأنا شايف بعد اللي حصل معانا احنا كأننا كنا في اليوم دوت اعداء ليهم، بيحاولوا يتعاملوا معانا باساليب غريبه جدا، ما كناش مصدقين ايه اللي بيحصل وهم ليه بيعملوا معانا كده، مع اننا في اول التظاهره كنا. هم من افراد ام الشرطه؟ لان هناك من يتعامل مع جهاز الشرطه على انه كتله. انا حضرتك عندي مبدا، انا لو عارف ان الجهاز ده فيه فساد وفاسد، والقائم على امر الجهاز ده انسان فاسد اللي هو وزير الداخليه السابق، ومعروف عنه ان هو انسان فاسد، انا لو انسان طبعا التحقيقات على اي حال يعني في هذه اللحظه يعني ده ممكن يكون رايي، ممكن يختلف مع حد وممكن يوافقني حد، انا مش بحجر على راي حد. نعم. ولكن انا انسان صاحب مبدا، لو عرفت ان المكان ده او الجهه دي فيها فساد، انا لو انسان بحترم نفسي مفروض ان انا اسيب المكان ده خالص واقول لهم انا مش هقدر اكمل في ظل، لان معروف ان جوه الداخليه كان في فساد كتير، كان في ظلم كتير، كان في اعتداءات غير مبرره على الناس كتيره جدا. لما يكون ناس ما فيش في ايديهم اي حاجه، مظاهره سلميه، بيحاولوا يعبروا عن رايهم ويتقابلوا بالرصاص الضرب، حتى مش ضرب تخويف. انا اعرف ان مصطفى مات بخرطوش في رقبته وفي صدره، انا اعرف ان الخرطوش ده لما بيتضرب، يعني لما بيحكوا بيتضرب في الارض يخوف، البلي ده بينتشر يخوف الناس بس. لكن ان انت توجه الاصابه مباشره في اماكن تموت على طول، يعني في ضباط جيش كتير انا بحترمهم وكنه لهم كل احترام، وقفوا جنب المتظاهرين. ضباط شرطه ام جيش؟ ضباط جيش. جيش وقفوا جنب المتظاهرين. واحنا عرفنا ان في ضباط جيش حضرتك رفضوا ان هم يعني يتقال عليهم زي ما سياده الضابط بيقول ان هم خونه، وانضموا للمتظاهرين. انا كنت ارى ان اي ضابط شرطه في الوقت مهما كانت الاوامر جايه له من فين، لو هو فعلا حاسس ان الناس دي اهله والناس دي اقاربه والناس دي اهله كده، كان يرفض ان هو يتعامل بهذا الاسلوب، خصوصا اللي كان بيضرب النار
ضباط شرطه. يعني العساكر كانوا بيضربوا اللي هي القنابل المسيله للدموع، اللي كان بيضرب النار هم ضباط. طيب محمد، انا لدي تجربه ربما شبيهه بما تقول. شخص يعمل في جهاز معين، هذا الجهاز له توجه، هو خرج عن هذا التوجه على الرغم من صرامه هذا الجهاز. عائشه، عائشة تعمل في التلفزيون المصري الرسمي، هذا صحيح عائشة؟ حدثيني عن تجربتك. بالنسبة لمشاركتي في الثورة ولا كتلفزيون؟ يعني هناك توجه كان للجهاز الإعلامي الرسمي المصري في هذه المرحلة، ربما هذا التوجه تغير الآن، ولكن كان هناك توجه وكان هناك صرامة في تطبيق هذا التوجه. بالضبط، كان في مواضيع احنا ما كناش ينفع ان احنا نقرب منها، لان احنا لو قربنا ما كانش ينفع ان احنا نتكلم. قربتي الميكروفون من فمك قليلا لو سمحتي. كان في مواضيع ما كانش ينفع ان احنا نقرب منها ونتكلم عنها، لان ما كانش مسموح لنا ان احنا نتكلم براحتنا، وما كانش برضو من الطبيعي ان انا كبرنامج على الهواء ان انا اتلقى تليفونات واحجر على راي الناس. المفروض ان انا عامله برنامج الناس تقول رايها، فانا هعمل كنترول ازاي؟ ماذا فعلتي انت؟ انت شاركتي؟ رفضنا نعمل يعني قبل الانتخابات بتاعه مجلس الشعب والشورى، كنا عايزين نعمل حلقه عن المشاركه السياسيه. طيب. بس كان في حدود، فالكاست كله بتاع البرنامج رفض ان هو يعمل الحلقه بوجود الحدود دي. فانت لم تفعلي ذلك، يعني رفضتي تنفيذ الامر ببساطه. هو ما كانش امر، هو كان اقتراح ان احنا نعمل الحلقه دي، فاحنا قلنا يا الحاجه يعني يعمل برنامج صح. اسالك سؤال صريح، التلفزيون المصري فيه اقتراحات؟ بمعنى دلوقتي ولا قبل كده؟ قبل 25 يناير كانت اوامر، ليس كده؟ ما كانتش اوامر بالشكل المباشر. نعم. بس كان متقال باننا ان احنا في حاجات ما ينفعش ان احنا نقرب منها، بس كامر مباشر ما اقدرش اقول ان في رئيس ليا قال لي ما تتكلميش في الموضوع ده. شكرا جزيلا عائشه، واعود اليك سمير الان، ثم سنعود مره اخرى الى هنا الى القاهره. سمير اليك، تفضل. شكرا رشا. رشا وانا نعود اليكم والي من القاهره زميلتي رشا قنديل. أهلا بك سمير مجددا، وأهلا بضيوفك، ونحن هنا في قلب مصر كما ذكرنا في القاهرة، ومعي ضيوفي هنا الذين شاركوا في هذه الثورة التي نتحدث عنها اليوم، ثورة 25 من يناير، وما سبقها وما يلحقها من ثورات أخرى. إليك سمير. وما يلحقها هو بالضبط الموضوع، أعود إليك لاحقا رشا وإلى ضيوفك. إذا كان هناك بالفعل كما يقول البعض، يقولون تحذيرا أو تمنيا، لا أدري، إذا كان هناك شرق أوسط جديد يولد من خلال ما تشهده الدول العربية، فما هو شكل هذا الشرق الجديد؟ إذا ما تمخضت الولادة عن ديمقراطية، فما هو شكلها؟ إذا كان هناك في هذا الشرق الأوسط دور فعال للشباب الذين قادوا التظاهرات ونظموها، فما هو هذا الدور؟ مستقبل الشرق الأوسط هو ما سنركز عليه في هذا الجزء من البرنامج. يمكنكم المشاركة في هذا الحوار الخاص أينما كنتم. وسائل المشاركة هي التالية: بالرسائل النصية SMS، بالموبايل أو بالويب كام. شاركوا أيضا عبر صفحاتنا على موقعي تويتر وفيسبوك، وشاركوني هاتفيا مباشرة خلال البرنامج على الرقم التالي 44 20 77 650 211. هذا للاتصالات الهاتفية. بالSMS باللغة العربية الرقم هو 44 79 1040 40 7. من القاهرة نبدأ إذن مع هذا الجزء من البرنامج ومع رشا قنديل وضيوفها هناك. رشا، المستقبل هو موضوعنا الآن، الشرق الأوسط الجديد، كيف يتصور ضيوفك شكل هذا الشرق؟ سمير، ضيوفي هنا مثلهم مثل كثير من المواطنين في الدول العربية في هذه المنطقة في الشرق الأوسط، يتوقعون مستقبلا أفضل. شبكة رصد كانت إحدى الشبكات التي تعاملت مع الأمر بجدية شديدة، وإحدى الشبكات التي شكلت شبكة للأخبار وتحدثت عما يحدث على أرض مصر خلال الأسابيع الماضية، وستحدثني عن المستقبل. دكتور أسامة طلبة، حدثني عن مستقبل مصر كما تراه في المرحلة القادمة كجزء من مستقبل الشرق الأوسط طبعا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هحكي عن التجربة، ومن خلال التجربة دي أعرف أحكي عن المستقبل اللي احنا شايفينه. أولا التجربة بدأت مع انتخابات مجلس الشورى، كان فيها تعتيم إعلامي رهيب، ما كانش فيه تغطية إعلامية. بعد كده شفنا ان احنا كناشطين على الفيسبوك ان احنا نجمع بعضينا ونعمل حاجة تبقى بديل للإعلام اللي هو اللي بيتم التعتيم عليه. بدأت التجربة قبل انتخابات مجلس الشعب، وتم الإعداد ليها، وتم إعداد المراسلين، وتم إعداد المصورين وكل حاجة، ونزلنا بدورات تصوير وكده للناس.
عشان نحقق اللي احنا كنا عايزينه، اللي احنا شفناه معضله في مجلس، في تخطيط مجلس الشورى. حصل بالفعل ان كل مواطن تحول الى مواطن صحفي، قدر كل واحد شاف حاجه مش عاجباه، اي تجاوز او اي حاجه بيصورها وبيبعتها. هل هذا يفتح افقا اعلاميا للاعلام الحر، الاعلام غير الرسمي او الاعلام غير المجهز بشكل من مؤسسه بعينها او بشخص بعينه في المستقبل؟ هل مستقبل الاعلام سيتغير، مستقبل الاخبار سيتغير في المنطقه؟ اعتقد ان تجربه شبكه رصد اهم المميزات ليها انها غيرت ثقافه الاعلام عامه. قبل كده كانت من خلال قنوات، من خلال حاجات زي كده، انما كان في وقت الازمات اللي احنا كنا بنحتاج فيها القنوات او الوكالات او كده، كان بيتم التعتيم عليها وقفل المقرات وكده. انما لما الدوله تعرف ان كل واحد تحول الى صحفي، كل واحد هيرصد الحاجه اللي هو شايفها غلط، الحاجه اللي شايفها صح، اي اخبار، هيبقى المجتمع كله يعني حاسس ان كل حاجه مراقبه، كل حاجه كل واحد وراه واحد، فغير شكل الاعلام بشكل كل واحد وراه واحد. طيب نتحول بذلك الى فناني مصر. زكي خلفه، حدثني عن تجربه الفنانين في مصر في هذه الفتره، وما اذا كان ذلك سيغير من دور الفن في المنطقه. هو والله في البدايه احنا بدانا ان احنا وجدنا مجموعه كبيره جدا من الفنانين موجودين جوه الميدان. مختلف انواع الفن، كان في اللي بيرسم، وكان في الشاعر، وكان في الفنان اللي بيمثل. بدانا نجمعهم في حاجه اسمها رابطه فنان الثوره. اعلنا في الاذاعات الداخليه عن اي حد عايز يشترك معنا. جانا عدد كبير جدا بدا يشترك معنا. بدانا اول مشروع نعمله ان احنا نجمع علب الكشري ونكتب بها كلمه كنتاكي على الارض. وده كان إشارة واضحة جدا لكنتاكي الثورة. لماذا الكشري؟ كنتاكي الثورة الكشري. بعد كده بدأنا نروح على الواجهة الزجاجية بتاعت كنتاكي، وعملنا عليها معرض للصور. شارك فيه عدد كبير جدا من الفنانين الموجودين. فتحنا مرسم كبير جدا لكل الموجودين. طلبنا من كل واحد موجود في الميدان اللي عنده حتى فكره بسيطه جدا ان هو يجي ويعرضها علينا. اللي ما كانش بيقدر يرسم كان بيجي بيعرض علينا الفكره بتاعته. كنا بنجتمع كعدد كبير، قلنا بدل ما واحد بس يفكر، لا يبقى 10 او 20 واحد بيفكروا مع بعض، نقدر ان احنا نطلع الفكره ديت في هيئه صوره كويسه، او في هيئه اغنيه كويسه، او في هيئه يعني عمل فني جيد. طيب انا اتذكر كلمه قالتها سي ان ان قبل ايام عن ثوره مصر. قيل انه هذه اول مره نرى شعب يقوم بثوره وينظف بعده، ولفتت نظري جدا جدا هذه الكلمه. هشام الخواتني احد الذين اسسوا لصفحه تنظيف شوارع مصر وتنظيف مصر على الفيسبوك. هشام حدثني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احنا في الاول موضوع بدا بعد الثوره او في نصها تقريبا يوم 5/2 بالتحديد. ساعتها كنا بعد ما الصور طلعوا وعملوا الثوره، وفي حصل اثر خراب من اثر النصابين والحراميه اللي كانت بتطلع في الشوارع واللجان الشعبيه. فعملنا ايفنت على الفيسبوك اللي احنا نحاول نصلح اللي هو باظ تقريبا في شوارع معظم شوارع مصر من اثار السرقه وهكذا. فبس فعملنا الايفنت، بدا صغير وبعد كده الحمد لله بدا يكبر. هل سيستمر ذلك؟ هو استمر فعلا الحمد لله. احنا دلوقتي انا يعني بعد ان تمر هذه الايام او هذه المرحله، هل تتوقع ان هناك تغيير حقيقي حصل داخل المواطن في الانظمه العربيه، سيكون فيها هو امينا وسيكون هو فيها رقيبا على نفسه في هذه الامور؟ تمام. هو الموضوع كله بيعتمد على توعيه الشباب مش اكتر. فاحنا دلوقتي شغالين في التوعيه ان الموضوع ده يكمل على طول ان شاء الله، لو حتى يبقى on weekly basis كيوم واحد بشكل يعني يوم كل اسبوع يوم. يبقى كرنفال كده كله ينزل، يبقى يهتم بالشوارع مصر كلها بكل مناطقها. والحمد لله كنا وصلت المعلومه دي لكل الناس اللي هم التحتيه او اللي هم ماسكين المناطق. والحمد لله بدانا في كده وشغالين في كده عشان الدراسه دخلت. والحمد لله بقى كونسبت عند الناس الحمد لله، وبينزلوا دايما زي ما احنا شايفين في شوارع مصر حاليا. والحمد لله الموضوع ماشي الحمد لله. يعني انت ترى مصر اجمل وانظف من داخل المواطنين؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. طيب هاني جورج، هاني حدثني عن شكل آخر من أشكال النظرة إلى المستقبل، نظرة تشاؤمية بعض الشيء، خوف من أن يتم اعتلاء صهوة هذه الثورة من قبل جهات معينة، وهناك مخاوف ربما سيتولاها ليبراليون، اشتراكيون، يساريون، إسلاميون، حدثني عن ذلك. والحقيقة أنا مش متشائم خالص، لأن أنا كنت مشارك لمدة
الثورة كلها يوميا بنزل يمكن 4 أيام بس اللي نقصوني، لأن أنا جاي دور برد محترم في وسط الثورة. النوم على الرصيف صعب أوي. بس أنا مش متشائم، لأنه كان في نوع من الحوار بيحصل جوه الميدان. يعني أول مرة نشوف إخواني قاعد مع واحد يساري وبيتناقشوا مع بعض في مستقبل البلد. ده ما كانش بيحصل قبل كده أبدا. ومنقبة وغير منقبة وغير محجبة. ده عمره ما حصل قبل كده. يعني ده خلق بيئة أمنة نسبيا بعد الأحداث بتاعة يوم الأربعاء. لأنه أنا لاحظت إن في ناس بتيجي بعد يوم الأربعاء تتفرج، فبتقول دول قاعدين في كرنفال. ففي الحقيقة الناس اللي جت دي مش عارفة الناس اللي قعدت قبلها عملوا مجهود قد إيه عشان خاطر يحافظوا على الأمان اللي كان موجود جوه الميدان. وأنا شايف إن الثورة الحقيقية لسه ما بدأتش لحد دلوقتي. الثورة الحقيقية إنه زي ما كان هشام بيحكي، الناس تبتدي تاخد بالها من الشوارع. كانت مشكلة المواطن المصري من البداية أو طول الوقت إنه حاسس بغربة في بلده، مش حاسس إن هو من البلد دي. كان طول الوقت ممكن نسمع إنه لا إحنا مش أصحاب البلد. طب مين أصحاب البلد؟ ممكن يكونوا الضباط، ممكن تكون السلطة، ممكن يكونوا الحكومة. طول الوقت كنا بنسمع لا أنا مش صاحب البلد. في الوقت اللي انسحبت فيه الشرطة أمامك ابتسامتان عريضتان على وجه رجلي شرطة في مصر. تفضل. فالحقيقة إن الناس لما نزلت تحمي شوارعها بنفسها، وده بره مدرسة التحرير المدرسة الوطنية العظيمة اللي كانت موجودة جوه دي. الناس عرفت إنه أنا أقدر أحمي الشارع والشارع بتاعي والبلد بتاعتي. النقطة الثانية، الغربة دي راحت لأنه العلاقة ما بين مواطن ووطن بتنشأ بعد ما بيكون المواطن عنده القدرة إنه يعزل ويحاسب ويحاكم وينتخب واحد وينجح ويرسل رسائل. ويرسل رسائل. ما هو أنا أعرف شخص يدعى أحمد زعفان أراد إرسال رسالة، وهو كلفني ألا أذكر هذه الرسالة. هو يريد أن أتحدث عن أمور أهم، لكن أنا لن أستطيع تفويت الفرصة دون أن أقول لك مبروك. أحمد زعفان هو طبيب نفسي وأراد إرسال رسالة معينة إلى النظام السابق. حدثني. هي الرسالة ببساطة كانت إن إحنا في منتصف الثورة بعد أن بدأت الحكومة تنتهج نهج أو النظام القائم، إن ينتهج نهج إن خليكم زي ما أنتم في التحرير وإحنا هنعيش حياتنا بره الميدان طبيعي. فحبيت أرد برد عملي إن إحنا كمان في التحرير وهنعيش حياتنا طبيعي. حل بلد مش هيقف، محنة مش هيقف. وكانت بأن أنا عقدت قراني اللي كان معقود له أو يعني مقرر له أن يكون في نفس اليوم في يوم 6 فبراير وقتها في ميدان التحرير وسط 2 مليون من المتظاهرين. كانت رسالة دعم للثوار، رسالة عايز أقول جلد أو صبر أو تحدي للحكومة أو للنظام ورفض لما هو قائم. ويمكن ده كان ببساطة لأن احنا عايزين نقول إن زي ما في إخواتنا كتير شهداء توفوا، فحبينا نقول إن في أسر جديدة ستبنى في عهد جديد مختلف. ده يمكن كانت الرسالة اللي كانت وقت الثورة. وحتى أسر هؤلاء، يعني أنا معي الآن سامح شفيق. أين هو سامح؟ هو ليس معي. على أي حال كان من المفترض أن يكون معي أخ لأحد هؤلاء الذين يعني قتلوا في هذه المواجهات، وكان كنت سأسأله عن نظرته إلى مصر في المستقبل. حدثني أنت دكتورة. هو أنا يمكن يعني أنا بمناسبة هذا الشأن، إحنا أنا ومجموعة من أصدقائي أو زملائي أطباء نفسيين بنعد حاليا لمبادرة دعم نفسي لأسر الشهداء. وإحنا في نرى أن هو ده اللي هم محتاجين له حاليا في الوقت الحالي، مساندة نفسية لهم بعد التجربة العصيبة أو المريرة اللي هم مروا بيها. دي أحد المبادرات اللي إحنا بنقوم بها حاليا. أكيد شعور صعب لأي حد فقد عزيز عليه، خاصة لما يكون فقده مش في حرب مع عدو، ولكن للأسف فقده في حب بلده. طيب دعني أتوجه بذلك إلى أحمد دومة. أحمد، أنت أسست مجموعة لمناصرة الذين شاركوا في هذه التظاهرات، أليس كذلك؟ حدثني عن تجربتك، كيف ترى مصر القادمة؟ يعني بداية سأسمح لنفسي أن أتجاوز قبل أن أجاوب على السؤال، وخصوصا في النقطة التي تحدثت فيها إلى ضيفيك السيد رائد الشرطة والمقدم. نعم. الذين تحدثوا طوال الوقت عن كان هناك نظرة وكان هناك اتهام. أنا أقول لكم لازالت النظرة كما هي بصفتي مواطن في هذا الوطن، ولازال الاتهام موجود. ولا أرى أي أو أرى أن أي حديث عن انتهاء هذه الصورة أو هذا ليس تجاوز بالمرة جديدة. أحمد، هذا هو المستقبل الذي أتحدث أنا عنه. تمام. لماذا ستظل هذه النظرة من وجهة نظرك، على الرغم من أن المسألة هي مسألة أشخاص؟ هناك في كل مجال أشخاص سيئون، يعني أشخاص لا أرى بالمرة جيدون. لا أرى منطقا بالمرة يقول أن هناك مستنقع من القذارة والعفن.
وآتي أنا أنزل في هذا المستنقع وأقول أنا نزلت بجلباب أبيض ويعني تعطرت قبل النزول وسأحافظ على ذلك. أحمد كيف ستعبر إلى الضفة الأخرى إن لم تخاطر إن لم تخوض في ذلك وتحاول إصلاحه؟ هذا ما يحاول بعض رجال الشرطة الآن فعلا. يعني حدوث هذا في هذه الفترة وفي هذه المرحلة تحديدا يجعلني أشكك في النوايا بشدة. لماذا لم يفعلوا هذا من البداية؟ لماذا لم يخرجوا في التظاهرات من البداية؟ لماذا يعني لم يعني يمدوا أيديهم الممدودة الآن والتي أشكك في أنها نواياها صادقة إلى هذا الشعب؟ طيب منذ البداية. طيب لدينا رد على ذلك أحمد. دعنا يعني فقط نتخطى هذه النقطة. دعنا قبل أن نتخطى هذه النقطة نعود مرة أخرى إلى المقدم ياسر علي. الرد لا، احنا بدأنا مش النهاردة، احنا جايين في فنانين، بس احنا للأسف كضباط شرطة ما بنقدرش نعبر عن رأينا. مفيش قنوات نقدر نوصل للناس زي حضراتكم، انتوا كنتوا موجودين في ميدان التحرير، في اعلام بيوصل لكم، احنا ما كانش فيه الكلام ده. لكن لازم اقول بقى حقائق حصلت. انتوا لديكم جهاز للشؤون المعنويه؟ ملناش دخل بيه خالص. هل لديكم متحدث باسم وزاره الداخليه؟ اللي هو الاداره العامه للاعلام والعلاقات. طيب احنا اول ما بدانا الكلام فصلنا قيادات الداخليه عن مجموعه الضباط الشرفاء الذين انضموا لهذه الثوره معنويا وادبيا، وبالدليل على كده ان احنا موجودين النهارده. تمام. في المخرج احمد عبد الحميد، الفنان خالد الصاوي، تامر امين، احمد السقا. يعني انت ترى مستقبل افضل؟ طبعا الناس دي، بس يعني هقول الجزئيه دي، الناس دي ساعدونا وقدروا ان هم يوصلونا عشان نتكلم. الكلام ده بدا وحبيب العدل لسه وزير داخليه. الوقت فقط اعتذر يداهمني، هل ترى في مصر مستقبلا افضل فيه رجل الشرطه الى جانب المواطن المصري الشرطه في خدمه الشعب؟ هذا ما اتحدث عنه. اذا نسينا الخلافات وسمونا فوق هذه الخلافات، نعم، ان شاء الله سيكون مستقبل مصر افضل بكثير جدا، لان هنعيش في ظل الديمقراطيه باذن الله. الرؤى مختلفه، ربما هناك رؤى متفائله، هناك رؤى ليست متفائله، ولكن انا اردت الاستماع الى الجميع. الوقت داهمني. سمير اليك. تفضل. راشا شكرا جزيلا لك. اود ان افاجئك وافاجئ ضيوفك بان اسال السؤال الذي طرحتيه وان اعممه على من معك. هل يمكن ان يرفعوا ايديهم من يعتقدون ان المنطقه تشهد ولادة شرق أوسط جديد بحق وحقيق، وأننا بعد 10 سنوات سوف ننظر ونقول إنه شرق أوسط جديد؟ من منكم يعتقد ذلك؟ طيب. موافقون. رشا شكرا جزيلا لك. يبدو أن الغالبية واضحة وساحقة على الأقل في هذه العينة من القاهرة. شكرا لرشا قنديل. أتحول الآن